الهنود في البرياني. طبعا هو غني بالحديد، يساعد على امتصاص الامعاء لهذا الحديد. الناس خصوصا اللي عندهم عوز الحديد او نقص مخزون الحديد، اللي ينسون النجمه مفيد جدا. ايضا ويعتبر من الاغذيه الكانسه، مفيد جدا لموضوع الربو والالتهاب الرئوي، يذيب البلغم بشكل عجيب جدا، يستخدم لتخفيف المغص وطرد الغازات، لذلك هو مهم جدا لهذا المساله وجوده في المايكروفيجي. وايضا مفيد جدا للروماتيزم وهذه الاشياء. من ضمن الاشياء المكونه ايضا للمايكروفيجي هو طحالب السبيرولينا. طبعا طحالب السبيرولينا موجود بكميه متوسطه في المايكروفيجي. من طبعا فوائد السبيرولينا لن استطيع ان يعني ان احصيه في هذا المقطع الصوت البسيط، لكن من اهم الاشياء انها تتكون من الاحماض الامينيه المهمه مثل الاوميجا، او الاحماض الدهنيه المهمه مثل الاوميجا 3، الاوميجا 5، الاوميجا 6. تتكون من طيف هائل جدا من الانزيمات، بمعنى انه اصلا السبيرولينا فيها انزيمات هضم، الجهاز الهضمي ما يتعب في هضمها. تتكون من كميه هائله من الكلوروفيل اللي يساعد على رفع كفاءه الهيموجلوبين داخل الدم. تتكون من كميه ممتازه جدا 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 من البروتين عالي الطاقه، اللي يساعد الجسم على التمثيل والبناء والهدم بالشكل الصحيح، ويرفع كفاءه جهاز المناعه. طبعا من افضل الاغذيه القلويه اللي موجوده على سطح الارض. السبيرولينا او الطحالب الخضراء المزرقه هي ايضا غذاء قلوي كامل، يساعد الجسم على تمثيل رفع كفاءه الايض في الجسم، بمعنى انه يوائمه بالشكل الصحيح، لدرجه اللي يستهلك سبيرولينا بشكل مستمر بطريقه صحيحه راح يجد انه مستوى الدم مرتفع، كفاءه الجهاز المناعه مرتفعه، وايضا كفاءه حرق الدهون داخل جسمه مرتفعه. وتساعد السبرلينا في مسألة بناء الخلايا وبناء الأنسجة التالفة، لأنها مواد غذائية كاملة. البيتا كوروتين والبي كومبلكس اللي موجود في السبرلينا كمياته جدا متقدمة، لدرجة أن لو جمعنا كميات من الطعام القلوي، الخضروات والفواكه واللبن والحليب وهذه الأشياء، راح تجدها في أقل من 21 حبة سبرلينا يوميا، تساعدك على أخذ الكافي من هذه العناصر الأساسية لبناء الجسم والتمثيل الغذائي والوظائف الحيوية المهمة للجسم. طبعا نفس الشيء قشور المندرين اللي تشبه اليوسف افندي، ليش اللي موجوده يعني القشار مال المندرين موجود في الاسبوع؟ لانه وجد في الابحاث العلميه في هذه القشور انها بها زيوت عطريه رائعة جدا في مسألة تنظيف وتطهير الجهاز الهضمي عموما، كما أن يعني قشور المندرين ترفع كفاءة عملية الأيض، ممتازة جدا في مسألة إعطاء الغشاء المعدة أو حماية غشاء المعدة المخاطي. قشور المندرين تحمي غشاء المعدة المخاطي لوجود زيوت مهمة جدا في هذا القشور، في هذه القشور، لذلك من المفيد وجودها في المايكروفيجي، وهذا من الأشياء المهمة جدا اللي لازم ننتبه لها يعني حتى في أغذيتنا. يعني المندرين أو بين قوسين تشبه السنترة وتشبه اليوسف أفندي، هي مفيدة جدا هذه القشور للصحة. كيف يمكنني استخدام المايكروفيجي؟ هذا السؤال المهم جدا. للأسف صارت يعني ثقافة عامة أن المايكروفيجي للناس اللي تريد تنزل وزنها. هذا المعلومة ليست دقيقة 100%، هذا المعلومة ليست دقيقة 100%. المايكروفيجي مفيد لجميع الناس، مفيد جدا لتطهير القولون، تطهير الجهاز الهضمي، رفع كفاءة الهرمونات، لأن المايكروفيجي مع هذه التوليفة الرائعة من المنتجات يعني بها أشياء تسمى شبيهات الهرمونات، تعادل الهرمونات داخل الجسم بشكل عجيب جدا. في كمية هائلة من حبوب السيليوم، أنا نسيت أني أذكرها. طبعا حبوب السيليوم موجود فيه بشكل مهم جدا، وحبوب السيليوم فائدتها ويش؟ فائدتها هي وجود ألياف عالية فيها تمتص الحموضة العالية داخل الجسم، تمتص المياه الزائدة داخل الجسم، تساعد على الشعور بالشبع لأنها تنتفخ بشكل كبير جدا. اللي استخدم المايكروفيجي يضعه فترة طويلة في الماء تجده يغلظ، يصير مثل الزلال. لذلك حبوب السيليوم هي المكون الرئيسي للمايكروفيجي، يعني هي البيس أو القاعدة الرئيسية اللي تم إضافة المواد اللي ذكرناها قبل من الفطر والأعشاب والبهارات والخضروات والفواكه اللي موجودة.
ايضا ومن المهم حبوب السيليوم تساعد الجهاز او تساعد القولون على التنظيف، هي من اقوى الاغذيه الكانسه للقولون، لذلك الناس اللي عندهم مشكله في القولون راح يشعروا شويه بتعب، مثلا راح يصيبهم نوع من انواع الامساك، وهو ليس امساك مرضي انما امساك صحي، لانه جالس يطرح كل الاشياء العالقه على جدار القولون ويطرحها في الجهاز الهضمي. ومن ضمن فوائد حبوب السيليوم هو رفع كفاءه عمليه الايض داخل جسم الانسان. كيف يستخدم المايكروفيجي؟ يستخدم المايكروفيجي بالطريقه الاتيه، يوجد مقدار داخل المايكروفيجي. من يريد ان يعني يستفيد غذائيا وصحيا من هذا المنتج، من افضل الاشياء استخدامه هو وضع مقدار واحد في كوب ماء صغير 330 ملي 350 ملي، خلطه واستهلاكه مباشرة، لا يترك في الماء فترة طويلة لأنه راح يتحول مثل الزلال. أفضل وقت لشرب المايكروفيجي هو على معدة خاوية، لأنه راح يستخلص بشكل مناسب، راح يسحب الحموضة الزائدة داخل المعدة وراح يتجه إلى القولون بمسألة التنظيف. طبعا هذا في الأسبوع الأول، يأخذ مقدار الصباح ومقدار الليل. أما إذا تريد أنك ترفع من كفاءة جهاز الهضم بشكل جيد، فمقدارين في كوب لبن، يعني اللبن من افضل المنتجات اللي تضاف اليها المايكروفيجي، يساعد كثيرا 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 على الهضم، يساعد كثيرا على تنقيه جهاز القولون، وايضا يساعد كثيرا على طريقه الامتصاص، لانه اللبن هو وسط اصلا يعني قاعدي وليس وسط حمضي للجسم او معروف. أما الذين يريدوا يعني خفض أوزانهم فيفضل استهلاك المايكروفيجي عن حصة غذائية كاملة، بمعنى يعني عن الغداء مثلا يستهلك مقدارين أو ثلاث مقادير من المايكروفيجي مع لبن قليل الدسم ويشرب وراء ماء. من أهم الأشياء النصائح هو شرب كثير من الماء وراء المايكروفيجي، لأنه كما أخبرتكم سابقا أن حبوب السيليوم تمتص المياه من الجهاز الهضمي من أجل سحب أغلب الشوائب وملء المعدة بشكل مناسب، لكن هو يشعر بالشبع بشكل كبير. لذلك اللي يريد يعني ينقص من وزنه يستخدم المايكروفيجي بشكل يومي بدل حصة غذائية كاملة، مثلا الغداء يكون يتغدى مايكروفيجي مع لبن قليل الدسم مع شوية خيار شوية جزر، راح يساعده بشكل كبير جدا. طبعا عصير البرتقال مع المايكروفيجي يساعد على استخلاص العناصر الأساسية اللي موجودة في المايكروفيجي بشكل افضل. اما بخصوص الناس يعني اللي يحتاج انهم يعادلوا وزنهم، يعني وزنهم يشعروا انهم وزنهم شوي قليل، استخدم المايكروفيجي مع الكاكوزي، المايكروفيجي مع الكاكوزي بعد الوجبات الغذائيه يساعد استخلاص المواد الاساسيه، تخزينها في الجسم كالبروتين والانسجه الدهنيه المهمه. ايضا يساعد على معادله عمليه الايض، يعني اذا كان عمليه الايض مرتفعه وحرق الدهون مرتفع في الجسم راح يرجعها الى المستوى الطبيعي وراح يستفيد باذن الله تعالى. كما انه المايكروفيجي مفيد جدا للمرضع، لانه يساعد على ادرار الحليب لدى المرضع. المراه المرضع اذا تريد يكون كفاءه ادرار الحليب بشكل جيد تستهلك المايكروفيجي من مقدارين لثلاث مقادير في اليوم، راح يساعدها باذن الله تعالى على موضوع ادرار الحليب. وشكرا. مع مجموعة صناع القادة من دي اكسن عمان نرسم طريق النجاح لتحقيق اهداف سامية بصناعة قادة يصنعون القادة يسيرون سويا في طريق المحبة والمودة ليحظوا برضا الله في خدمة خلق الله. شكرا دي اكسن، شكرا صناع القادة، وأهلا بالحرية.